خط. بعطر استاذ. ايه ايه زي 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 هتكلم افضل لما زي تقولش حاجه اخرى. لا عشان معاه من فوق والله هذا اللي كان سحر بالشعر وبالزاج وبأثر الارجل. على السيبولة السحر على السيبولة السحر على الزواج والذي شو كتب الزواج جن أم الله عز وجل؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي قسم بين عباده الزواج. لا أنت ولا أنا ولا السحر كل شيء بأمر الله. أتخرج 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 باش نعرف خرجتي لا باش نعرف خرجتي باش نعرف خرجتي هذه عين بداية. قول مازال ما بديناش مازال ما بديناش بإذن الله عز وجل مازال ما بديناش هذه غير بداية والنهاية تكون أشد بإذن الله عز وجل. فون فون أتخرج فين كتسكن دابا في الجسد ديالها؟ كرش انت اللي مسبب لها التوكال. نعم انت مسبب لها الميكروبات يعني مسبب لها الميكروب باش كتقوى انت باش كتقوى صح خير باذن الله عز وجل. تاكلش كتحلى الشعر كتضعف البنية ديالها سببتي لها وساوس وخوف وظلم وقنط. ما تنعش هي اللي ما كتنعش كدير انت يلا اطلق تخرج لها طريقة. شنو الديانة ديالك؟ الديانة ديالك شنو هي؟ شينوي. نعم؟ شينوي. شينوي. كيما كتكلم بالشينوية؟ تقدمتي معنا؟ شنو هي الديانة ديالك؟ تكلم. يهودي. يهودي. يهودي ولا يهودية؟ اليهودي. أنا عزيز عليا جد اليهودي. حتى بغينا نعتبرهم مزيان. غاتسلم ولا لا؟ غاتسلم ولا لا؟ غاتسلم ولا لا؟ هز الباب ديالك. قل أشهد أن لا إله إلا الله. الشهادة. هز الشهادة ديالك. باش كتشهد. اطلق 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 بدون ما نضع عندك. بلا ما نوض عندك يلا هز الشهادة ديالك. هز الشهادة السبابة ديالك. بسم الله بسم الله هز هادي هز 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 قل أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أتكلم ولا نوض عليه وسلم عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قول ان قدروا عندك اقسم بالله بالله أن أخرج من هذا الجسد من هذا الجسد هذا الجسد ولن أرجع إليه أبدا لن أرجع إليه أبدا إليه أبدا أبدا ما أخي الأدم ما لقاكش مفهوم أخي الأدم ما لقاكش ولا ما خرجتيش حرقني انت حرق والله عز وجل
أشوف مني شي حوايج عمرك ما شفتيهم. هذا الجسد هذا لما خرج يكون مقبره لك ان شاء الله عز وجل. مفهوم؟ اخي الاذان من عندها خرج بك السلام. قبل ما تخرج بك السلام عليكم ورحمه الله ثم غادر. بسم الله. باذن الله عز وجل الزواج قسمه من قسم الله سبحانه وتعالى. اخي الاذان ما لقاكش. مفهوم؟ مفهوم؟ بسم الله. الله اكبر الله اكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن